معلومة عن كابتن رابع، لا تصدقوا لقوكم من المغرب العربي، تاه من اليابان بس شدمني. ماجد صديقي علمني معنى الوفاء. السلام عليكم ورجعكم حلقة جديدة من بوابة الانمي. تحدي عز بالاغاني حقت الانمي اللي كلها نزل فيه، بس ما استدعيت ماجد الفانوس حقي راشد، وسوينا فريق الصرعات ضد فريق العامر كداي. العامر كداي تعال عادي يا رجال، والله طلعين عين مين كيوداي شنرة ذكرة انت. والله ولا واحد فيكم بيصلح سكر ولا واحد فيكم بيصلح سواده، بس يلا بعد ماشي يلا نبدا من اليمين ولا من اليسار؟ اللي تبي انت، اللي انت الجدج. تبي يمينك ولا يمين الشاشة؟ لا يمينكم انت الشاشة، يعني يمين متابعين يمين الشاشة انا. ايه تبي راشد يلا. شوف شوف شفتنا انا مو غلطان. وين من هو يمينك؟ ابراهيم. ومن هو يمين المتابعين؟ انتو يعني انا ما غلط صحيح. انا حد احمد فاهم الاستاذ. الحين منو يمينك؟ هادي في الشاشه. منو يمينك؟ احمد. ما غلط في ريفرس كبره. اي معكوسه يا اخي. انا الحين لما بطاطس. طيب الفقرة راح أعزف وراح يجاوبون، لو الإجابة خطأ يصير فيه فرصة للفريق الثاني يصرف الإجابة عشان يتقدمون بالنقاط. نبدأ مع فريق محمد راشد. رابح يا كابتن هداف في المرمى سبت الاهداف كفانو من في الاوصاف مثال الشاب الناجح هللو هللو صوتي عالي. انا البص تكلم اكثر اقول شيء جايبني عون صرف روحون على جللوك والاجنحة فريضون ربات جللوك والاجنحة فاق علوم ورقف علوم بتوجيه من رابح النقطة الأولى الصحيحة الفريق راشد ومحمد. راشد بس دور على فيها. يلا دورنا. عامر كداي. أنا ما راح تهور. أنت تهور تهور. أنا معطيك صحيح. معلومة عن كابتن رابع، لا تصدقوا لقوكم من المغرب العربي، تاه من اليابان بس شدمني. تحدي ماجد إبراهيم. عامر كداي. طيب واحد واحد. النقطة الثانية اللي محمد وراشد. اعتمد عليك اخوي، عليك عامر كذا. عظيم يقول لي ثاني تبع رابعهم نفسهم اللي كانوا يتابعون نشوة في ام بي سي. ما تدري انت حتى من هي نشوة؟ اول مرة اقرا عليها. ما تعرف تذكرها نشوة؟ لا للاسف. التحدي هنا مشكلة. انا واحد انا صغير، واحد يجي واحد يجي هناك، يعني انتوا قريبين بعض. يلا 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 النقطة الثانية. صديق بقير عقب ما تكلم. محمد قال ماوكلي صح، بس اللي يقول شيء قبل الاسم ترى عقب ما تكلم صديق. الحين شوف شوف حتى مسلسل شوف اسمه شو زين. والله ظنيت جبت العيد. عارف شو ما تطورت كل مكان
طالب الذي يفهم مغزى ومن الإنسان ساعد غيرك الكريم معنى حب الغير وأجل أن نحيا بالأرض بيانكال ماوكلي لا 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 ماوكلي ماوكلي لا 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 ماوكلي وعد نهايات بل تحذر أن تغتر روحك كلم روحك أنت المغسل علينا كلم روحك غض الوطاي التحدي الثاني الفريق العامر شو داعي يلا يلا تفضل كده نضبطك والله حسنا بنضيع نفسه سيمبا الله يقدر انا اسمع لباب يلا ما يتغني معايا لا والله معاك من البراري يا كل اخرى هي عبرت الضحك انا في يوم الزراعه هل شاهدتم في لندن يقصدك يكفي سرا يمشي مغرورا بأداء قرعة طيب هيدا تكافو هو واضح ان الحكم قاعد يلعب يلعب بالهادي يسخن جينا بالصح يلا ركزوا وبالاسم ان شاء الله فركزوا حد يستعجل انت ركز انا ما اتكلم انت لا بدك تركز سؤال عند منظمة محمد راشد اصبر يلا الجيل الجديد انصدم من غناء أصالة أما أصالة أصالة أنا أقول جيل جديد أصالة نصير أصالة العريقة ما يعرف أنا كنت أعرف بس سوي روح بقى إجابة صحيحة 3-2 عندكم أيضا تحدي صعب يلا أخوي شغل الذاكرة تعرف المذيعة اسمها بنت حوحو جد والله رات كان اسمها كذا كان الشيبان لا تشو لا تشوش عليهم ترى تحدي صعب ما يلا ماشي نفس النمط نفس النمط وش يلا يلا خلاص الألماني والله ما في معلومة بداية كل مرة حكاية هذه قصة حتى هذا لا جبت حكاية لا لا عجبت حكاية يوم عاوبوا الأسامي سندولة سبوها فلة ما طيب
جابوا العيد. ثلاثة مستوى المتوسط الشباب تمام. الحين ما خش في كوكب زمرد. زمرد. صحيحة ونقطة الفريق الرابع. اسم الشخصية اللي يذكر عارف لا لين شخصية لين ما عندك شخصية لين أنا بداني ذاك يا حصان ألكسندر هذا دليل على إني أنا مختبر الأنمي حصان ألكسندر قالك في والله نعم قسم منك قايل لك قسم بالله بس مصدقني قلت لحظه انا مع راشد دخل ابراهيم والله هذا صفر على الشمال يا رجل راشد معرق وانت قاعد يساعده انا قاعد ماشي الذي يذكر يقول يا رجل يلا عطوا عطوا يلا كوكب زمرد عندكم هاي اعتبر نفسك ضد الثري يلا والله اعرق قدامه روح النسخة المحدثة كان اسمها دروب ريمي هذا انا اعتقد اسمها دروب ريمي ريمي الولد معروف عندنا ما حد يعرف الولد الا انت احس الناس اللي متعبون ريمي يقول لك ما نعرف اسمه دروب ريمي ولا لا لا ريمي شوف ويكيبيديا دروب ريمي بس خلاص خسارة لا 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 لقيت في الفطور ريمي معروف عندنا كيف هذا استقعاد علي حكم يعني يوم جبت إجابة صحيحة ترى مغامرات ماوكلي اللي مساع مو بماوكلي وانت قلت ماوكلي لا قلت ماوكلي ما انت تطلع عقل ماوكلي وانت تغنى دق صديق بقيرة قلت لا قلت فما شاء الله انا بس كذا سمشوا لا لا فاشو هل ماوكلي هل معدك واحدة صح النقطة الخامسة من كوكب مغامرات يلا يعني روح عند ليك اوكي يلا يلا عندك ليك ماجد صديقي علمني معنى الوفاء علمني أن ننظف المداخل ماجد صديقي يعطي مغامرات قديمة وعلى عندنا مغامرات جديدة شو أسوي فيها أنا؟ هذا المشكلة مو قديمة المشكلة سهلة ومعروفة يعني
عندكم 5 ثواني ياخذون الاجابه منكم. اذا يعرف محمد ياخذون، اذا ما يعرف الا راشد. تا وقتهم الاجابه راشد ون بيس. لا نبطل لحن فركزوا وجاوبوا. والله سبق جاوبوا صح. مغامرات الفضاء وين دايزر يوفو مغامرات الفضاء علي بطل جديد هيا طلعك وين دايزر لأجل سلام فوق الأرض بكل الأسرار مكرا كوكب خسي كله معاك نفس الفريق انا غاد استفز غاد استفز انت فايزين اي عادي ما العكس تستفز عشان كذا يغلط دايما يلا 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 قلت انا ما عرفت صراحه جزيره كان صالح والله صح نفس المغني ونفس اللعبه واضحه ما صدت واضحه ياس العمر كذا لازم صح طبعا دائما يخلي محمد في اي مره فاضي طلع لأنها كثيرة لكننا معا ننتصر على الفريق الخاسر. أعطيكم واحدة إذا أنتوا جاوبتوا الأسرع طبعا اللي جاوب يعطيه نقطة إذا أنتوا جبتوا برضه محزوبين أنتوا جاوبتوا ما بعرف يعني يجيب أسرع آخر نقطة أوكي أسرع جبنا ما بنلحق خسران إذا جابوهم خلاص أكدوا الفوز يعني يا حبيبي إذا ما كنت خسران خسران أنتم متأكدون الفوز لا تعب روحك يعني خلهم بس لا 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 هذا اختبار يلا شوف بعد فرصة الأخرى آخر شيء طب أنا أطول أنت خلص دي بعدين سخي يلا إذا جاوبوها كنس إذا جاوبنا حظي اختبار سرعة عدنا لينا إجابة خاطئة ما عندكم إجابة دقيقة
يا شو رسوا حتى أعرف كلمات الأغنية. صح كمل. حمد. دقيقة. أعرفها أعرفها. خلاص عاد راح تلاقي النقطة. بس 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 نجيب بعد نصف عيد اللحن. يا شو رسوا. إيه وقف. والله عارفه والله عارفه. لا لا أزرق. لا 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 عفوا تعالي والله العظيم قاعد يمشي في السور بس بدا كنا عندنا لينا سريعه صديقنا عفوا صديقنا قبل اي شيء يا رجال خلاص واحد مبروك عليكم الفوز يا شباب شنو خطط المرياتي كذا؟ إيش كانت؟ هيا بعون طلع دا 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 هذه ننشر السرور عند العالم نعم إحنا ما يهمنا الأهم إن ننشر السرور للخصوم والذا والجمهور بس راح ما توقع أخذ الألم على عاتقنا في السؤال واحدة واحدة وبيس كانت سهلة ما عليك جواب عن العربي والله أقسم بالله المغني هذه قبل يوم ونسيت ما عليك أساسا ما في كلمات والله ما لأني أعلو قبل يومين يعني ولا أعرف كلمات أخير ما في ما في كلمات هي لحم لا 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 بيقول ونبيس أي ونبيس هذه كلمات اسمه مسلسل والله قلت لك دايش مغامرات دايش شجاع ما تجيب لي سوا نوجه مغامرات دايش شجاع مغامرات اكشن اكشن ما في الا داي نفسهم بيس كما شكل تقول داي 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 ترى يقول داي مره واحده هذه يعني انا لو دقيت الراكد وميس كان عارف طيب على كل الاهم لا لا ما ظلم ما ظلم الحكم ما ظلم الحكم كالي ومنطقي رهيب صراحة ون بيس مشهور جدا بس يعني لازم جن يعني حكم لا والله مو مشهور عربي ما تسلك لعدم لا تسلك ساندي حط حلاوة أي والله احنا ما يهمنا الفوز خسارة اهم شيء المتعة صح اهم شيء المتعة احنا نلعب لاجل المتعة صحيح هذا عشان تكون مستمتع عشان تفوز هذه حقيقة بس مو مهمة لا لا عشان كذا وجه ضحك لما سمع الأغنية العربية كذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة أتمنى أنكم استمتعتوا معنا وإذا تبون أكثر من بوابة النبي سواء عزف أو أفكار أخرى كل ما عليكم هو دعم هذه الحلقة من اللايكات والنشر والمشاهدات عشان نسوي لكم حلقات أخرى أنتم دائما تطلبوا بوابة النبي ويمسوا بوابة النبي ما نشوف لا لايك حتى لايكات ما نشوف يا جماعة حتى لايكات ما نشوف لايكات كومنتات شير كذا شكل اللايك كذا كذا اي مو زين كذا هذا مو زين هذا ثمز اب ثمز اب وفي النهايه قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وزو اشتراك واللايك والشير ونشوفكم على خير. We'll be right back.